سيد كلاو، هل من وقع في الشرك الأكبر مثل من استغاث بغير الله أو نذر نذرا لغير الله هل يقال إنه كافر أم يقال لابد من قيام الحجة عليه؟ يعني كسك كوتو ناو الشرك أكبر هواركات غير خوي تعالى نذرك أبو غير خوي تعالى آية بيدا قلت لك كافر يان في بيس بلغبيني نواب ولسرك بيانوي ببري شارزات ببي أنجا لدين درجة الله. فأجاب الشيخ كل إنسان يقع في شرك ومثله يجهله ومثله يجهله فإنه لا يحكم بشركه حتى تقوم عليه الحجة. هل إنسان يكوت نيو الشركة شريكها وبشي بخوية تعالى بالريال دام أو الشرك كذنا خلقيها وتمني أو هاو مستواي أو نهزان بل من شونك أجي خلنا زان فلانا طواف بدوري قبرك الشركة حوار كدنا غير إخوة الشركة نازعنا بو خلقك كرونا كلاواتوا يعني يكيك لو اشتعني كوا هاو مستواكي أو نايزان أما استا خلق شي بزاني أو الشركة تنها تو نزاني لبرو يزور مشغولي ببارو بولا وتو معزورني شتيك بلاو بي لو خلقك حكمك بلاو بي بس تو دراسة نكي تو معزورني بيوس تو بشت لدين الله كي بيوس دراسة بكي. فإنه لا يحكم بشركه حتى تقوم عليه الحجة كما أن من وقع في معصية هرك سيكوت التوانيك للشرك كمتر فإنه لا يعاقب عليها إذا كان مثله يجهلها أو مستواي أو كنيزان شندين مسائل هي مسلمان لي بآغان بويا كمن معزور توج معزوري من بها مخ نوا لينازان لو أنا توج لينازاني من باب أولى كمن معزور بم توش معزوري بوش شوازة بلا ما قرشتك زورون به بوزوريني خلرونا كابويش ما معزورنين اگر هو كارك اچي به پشتال كردن به لدين. فلو أن رجلا زنى وهو قريب عهد من الإسلام ولا يعلم أن الزنا حرام فإن لا نقيم على الحد كسي كوات عزم صمام ونازن الزنا حرام الإسلام إقامي حد الاسر ناكري رجم ناكري جلدي لنادري لأنه جاهل. وكذلك الذي يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله وهو جاهل وهروها كسي كشكواها واركات غير إخوة دعيكو مكيل غير إخوة جاهلة علمينية. ونعلم أن مثله يجهله وأجزانين هاو مستواي أو لو شني أو تأجيد كخلقك أو شتنازان أو كاتشيا حكم كفري بسر نادر.